السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وياكم درس جديد، درس رقم 10. رمضان كريم، رمضان مبارك، بعدنا ويا رمضان، بقالنا أسبوع أخير لرمضان. اليوم هو الخميس، يعني الجمعة باكر، هو أول يوم هو الخميس، لأن الساعة 1:41، يعني يعتبر الصبح. فبكرة إن شاء الله هو الجمعة، ويمكن أنه يكون آخر جمعة نصوم بها، لأن الجمعة البعدة ممكن يكون هو العيد. ف نبدأ وياكم بدرس رقم 10، جافا، كيف انه اناصبها لبيئة لينكس. لينكس سهل جدا تنصيب الجافا، ممكن يجي جافا هو وياه اصلا، اوبن جي دي كي مفتوح المصدر. فبالنسبة للجامعات الاوبنتو والديبيان، هي اصلا موجودة في الماركت، يعني الماركت تعرفون الستور مال مال النسخة مالتك، جماعة ديبيان وجماعة اوبنتو، خصوصا مثلا خلينا نقول مينت وهذولا كلهم يعني موجودين، نسخ لينكس موجود عندهم ماركت، وتنصب من عنده. حتى الإكليبس موجود بيها، يعني حتى الإكليبس مجرد انه تكتب اسمه بالماركت مالتك راح يطلع لك الإكليبس موجود، وتقدر تنصب من عندنا من عنده. هنا بالفيدورا اكو شيء اسمه يوم اكستندر. باليوم اكستندر ممكن انت ايضا تبحث عن الجافا، تبحث عن الاكليبس، ممكن تلقى بيها ايضا مثل ماركت يعني للفيدورا. طبعا عنده فيدورا عنده اكثر من ماركت، او عنده اصلا هو الماركت مالته الخاص، فتقدر انت تستخدم شو ما تريد، وتقدر ايضا كلوز ابورت اوكي، تقدر تنزلها بالطريقه اللي انت تريدها. فالجافا هي اصلا عندك اوراكل، هي تدعم جماعة الريد هات بشكل كامل، كون انه هي اصلا تعتبر كبارتنر الها ريد هات. فتروح على اوراكل، من اوراكل تروح على الداونلود، خلي احمل اوكي، من اوراكل تذهب للداونلود، من داونلود للاوراكل تذهب على جافا اس اي، بالجافا اس اي اوكي، تختار الجافا اس اي من الداونلود، قائمة داونلود، فراح يطلع لك الواجهة اللي هي نفسها اللي احنا شفناها بالويندوز، او اذا ما شفتها بالويندوز راح تشوفها هنا باللينكس اذا كنت مستخدمين اللينكس. كذلك نحتاج نروح الى اكليبس حتى ننزل الـ IDE Eclipse، نضغط على Download Eclipse. لاحظ هنا عندنا الجافا GDK، نختارها، ننزل تحت نعمل Accept أوكي. بعد ذلك عندنا Windows 32 بت و 64، فأنت تنزل نسخة الـ RPM وتنصبها. هنا بالنسبة للـ Linux حتختار 32 او 64 وحسب انت استخدامك، انا اتصور عندي الفيدورا 64 هنا. اوكي، بعد ذلك تضغط على الداونلود، نفس الحاله حالته بالويندوز، تنتظر شوي يطلع لك الواجهه اوكي هذا، تقول له سيف وتبدا بالتحميل. بعد ما يتنصب عندك الايكليبس وتنصب عندك الجافا، راح تلاحظ كلوز، راح تلاحظ ب فايل، هتلاحظ بالفيدورا داونلود، فيدورا لينكس داونلود، راح تلاحظ انه انت عندك جي دي كي اوكي، لينكس ار بي ام، لازم تنزل اول شيء الجي دي كي اوكي، لانه حيسبب لك مشاكل ويا اذا ما تنزلها بالبدايه وتنزل الاي دي اي، لان اغلب الاي دي اي تتصمم بالجافا. فانت تنزل الجي دي كي، جي دي كي تنصيبه سهل، شوف فقط رايت كليك قبل يقول لك اوبن وذ سوفت وير انستول، او اوبن وذ مجموعه سوفت وير انستول، ممكن باليومكس وحسب انت الموجود عندك، وممكن تعطي له اللو اكسكيوشن فايل وتنزل من التيرمينال. فبعد ذلك انت ايضا تحتاج الى انه من عملت داونلود الاكليبس، الاكليبس راح يجيك على شكل قلنا زيب او وينرار، تفك الضغط مالته. بعد ما تفك الضغط مالته راح تلاحظ انه الاكليبس صار على شكل فولدر، داخل الاكليبس راح تلاقي مجموعه ملفات. بالنسبة لجماعة الويندوز احنا عرفنا كيف نعمل الإكليبس رايت كليك وسنت تو ديسكتوب، لكن بالنسبة لجماعة اللينكس اذا تحب تسويها مثل الويندوز انه يصير عندك شورت كات على الديسكتوب على سطح المكتب، كل اللي راح تعمله انت انه تجي تحتاج الى سكريبت بسيط. السكريبت هذا انا هنا عملته وهو موجود متوفر بالانترنت، بروبرتيز، لاحظ هذا سكريبت طبعا، بس خلني نشوف الجي ايديت
جي اديت. اوكي جي اديت موجود. هاي واجهة جنوم في دورا. اوكي بعد ذلك خلينا نشوف الإكليبس شو يحتوي. لاحظ هو مجموعة سكريبت. هذا السكريبت بعد ما تعمله بيست وتحفظه على شكل أهم نقطة، أنه بعد ما تعمل بيست لهذا الشيء وتغير مجموعة مسارات تجي تعمل له save as. save as لازم يكون شنو؟ eclipse.desktop. هذا هو يعتبر ملف تنفيذي إلى desktop shortcut، لازم يكون eclipse.desktop حتى شنو؟ بالنهاية بالمحصلة راح يطلع لك شكل الإكليبس هذا الشكل، ومن تعمل عليه double click راح يبدي يشغل لك لاحظ الإكليبس بدون أي مشاكل. فالسكريبت اللي أنا كنت أتكلم عنه، تصور هنا أنا حاطة سكريبت. أوكي السكريبت هو أنه أنت تعمل desktop entry، طب ممكن تحصل من الانترنت، بس اكتب shortcut in Linux، بعد ذلك تكتب الفيرجن اللي هو 1.0، التايب application، النيم إكليبس، الكومنت إكليبس، الاكسكيوشن باث هذا الملف التنفيذي اللي راح يشغله، اللي هو اني حاطه بالدايركتوري هوم محمد اي دي اكليبس. بداخل الاكليبس اكو راح تلقى الاكليبس، لو رجعنا حتى يكون اوضح. اوكي لو دخلنا على الاي دي عفوا، نلاحظ بالاكليبس اكو هذا الشكل المعيني اللي مكتوب عليه اكليبس، هو اني هذا قصدي بالاكسكيوشن. الايكون ايضا موجوده بالاكليبس بداخلها اللي هو icon.xpm، هذا هو الايكون xpm. بعد ذلك تعمل الباث، الباث هو فقط الاكليبس يعني لحد هنا ما تخصص شيء معين. تيرمينال فولس، ستارت اب نوتيفاي فولس، فقط تعمل سيف از ديسكتوب. اوكي سيف از مثلا eclipse.desktop. بهالحاله راح يشتغل عندك الاكليبس بدون اي مشاكل. نقدر بعدها ننتقل لشنو؟ للبرمجه حتى نبدي نستخدم الاكواد. اوكي اي ثينك انه احنا غطينا طريقه استخدامها. فانت تقدر تستخدم اكليبس، تقدر تستخدم كثير طبعا اي دي ايز اكو متوفره، انت تقدر تستخدمها يعني من الاي دي ايز اللي المتوفره، هي ايضا انتليج اللي أنا أيضا راح أستخدمه، أتصور راح أستخدم الانتليج لأنه جدا جميل. أوكي هذا الاي دي أيضا مجاني، وأيضا أكو عنده نسخة بفلوس، تقدر تقول لك هنا get intellij. شوف لاحظ أكو عندك الكوميونيتي إديشن وأكو عندك بفلوس. أوكي فثنائهم نفس الشيء ماكو فرق، بس لكن هنا أنا ممكن تلاحظ أكثر يعني الديفلوبرز مسهلين عليك أكثر كثير، ضايفين له ماتريكس من المكاتب مال الجافا فظيعة. الكوميونيتي اديشن ايضا وافي وكافي، تقدر تشتغل عليها بدون اي مشاكل. فعندك نسخة لينكس، عندك نسخة ماك، وعندك نسخة ويندوز، لان هي مصممة بالجافا، فلهذا تشتغل على كل البلاتفورمز اللي موجودة. طبعا الانتليجي واجهته جدا جميلة وحلوة، ممكن انه تعجبك. ف هذا اوكي هنا حاطين، شوف لاحظ جدا جميلة يعني جدا جميله الواجهه مالته، وعنده ثيمات كثيره. فهاي بالنسبه للانتليجي، وممكن ايضا تنصب عندك النت. طبعا الانتليجي دوت اي اكس اي، يعني شلون نزلت انا مو الاكليبس اسهل من الاكليبس ايضا دوت اي اكس اي، يعني مجرد انه انت متنزله قبل دبل كليك نيكست 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 خلاص. نفس الحاله بس باللينكس راح تتبع نفس الطريقه اللي انا ايش سويت بالاكليبس، نفسها هي راح تتبعها للانتليجي. اوكي فايضا اكو عندك نت بينز، النت بينز ايضا هنا هي منظمه اورج تابعه لاوراكل، ايضا تقدر تنزل نت بينز. نت بينز راقي جدا يعني، هو يدعم كثير من لغات برمجه وهي بالاساس كانت للجافا. فلاحظ بالنت بينز الاس دي كي جافا اس اي اف اكس اي اي ام اي اتش تي ام ال 5، جافا كارد كونكت ما حاطينه هذا مال هاردوير، سي بلس بلس سي، وكذلك عندك مجموعه منها البي اتش بي وكثير الجلاس فيش، جلاس فيش سيرفر هذا فشي طبعا راقي، ان شاء الله حنسوي له دوره خاصه مع الجافا اي اي اللي هو الانتربرايز اديشن والاباتشي توم كات. فاني اللي منزله هنا تقدر تختار النسخه اللي انت تريدها، كلها مجانيه، واني نزلت هاي النسخه اللي هي تحتوي على كلتهم حتى ما كل مره انزلها، فانت تعتمد عليك انت شو تريد تنزلها. طبعا هاي بالنسبه للنت بينز. اوكي ايش عندنا بعد؟
نيت بينز، إكليبس، هواي IDEs وأكو، بس هذا أكثر شيء يعني مشهورات اللي هي نيت بينز. أكو كومودو، الكومودو نفس الحالة هم بيها EXE، هذا بالنسبة لللينكس EXE، بالنسبة لل بالنسبة للويندوز EXE، بالنسبة لللينكس هذا ينزل على شكل ملف .bin. جماعة اللينكس أنتوا أصلاً عندكم بالماركت مالكم، جماعة الفيدورا تنزل البن مجرد على فولدر البن، تعمل رايت كليك بروبرتيز، تروح على البيرميشنز تعملها اكسكيوتبل، بعد ذلك تفتح التيرمينال تروح للباث اللي موجود بها الملف المنصب من النت بين، اوكي تضع نقطة سلاش اسم النت بين، تعمل له انتر وبدي التنصيب كجي او اي كواجهة رسومية، فما بها اي مشاكل بالتنصيب. ممكن ايضا تعتمد على الايكليبس كاللي احنا راح نشرح بها الدوره مالتنا ان شاء الله، وايضا راح نبدي ندخل بالواجهات الاخرى حتى نعطيك فكره كامله عنها. تصور الدرس تجاوز العشرة، اوكي فان شاء الله نلتقي وياكم درس اخر.